لمحتش على الانترنت عن برنامج بيستخدم الذكاء الاصطناعي بالرسم وبشكل مخيف جدا، مقدم من شركة انفيديا اللي هي اللي بتصنع كروت الشاشة اللي بتستخدموها على اجهزتكم. اسم البرنامج انفيديا كانفاس، وبيتا اللي هو لسه بالنسخة التجريبية تاعته. هلا شو فكرته؟ انه انت عندك كانفاس بترسم عليه على اليسار، والذكاء الاصطناعي بحول اللون او الفكرة اللي انت محتاجها لصورة حقيقية واقعية. فمثلا ها اللون الازرق بعتبره سما، لو بدي اضيف غيوم على هاي السما بس برسم باللون السكني غيوم على هاي الجهة مثلا، فشو بعمل؟ بحول الغيوم لهاي الجهة. اذا بدي اياها بهذا الشكل برسم بضيف الغيوم بالنص. اذا بدي اضيف ايش هاي جبل هل هضبة يعني او ارتفاع، خنضيف ارتفاع هون مثلا زي هيك، خنشوف شو راح يعمل. واو ولا اشي، ايش هاي اللي هون؟ مد طين، لا ما بدناش، ريفر فورست، خلينا نضيف شجر على هاي الجهة. طيب لا اله الا الله يا جماعة يا سعيد يوسف رائد الحقوني يا جماعة الخير، ولا اشي، انا مش مستوعب اللي عم بيصير. لا بقدر اضيف لايرز كمان. طيب وين اللايرات؟ بسحب لتحت، بقدر اغير ايش الفاريشن. باخذ ستايلات هاي سو. واو هلا وضحت هاي. طيب ايش في جرافل، حصمة، حصى، ديرت، تراب، خلينا نرسم تراب ارض مثلا ولا ايش. يا الله نمحي الغيوم. هلا اذا بدي امحي اي لاير انا ولا اشي، ما هو لازم امحي الغيوم من اللاير اللي ورا. طيب مثلا بالغيوم بدي اكتب لي هاي، بختار البرش هاي ال ولا اشي اي او. يا الله بدي اكبر ال ال. دخلت ال ال. طبعا الغيوم بدهم يدخلوا على بعض، خلينا نجرب نوسع بين الاحرف. هاي ال اي اخذها، لا كنترول كنترول زد، معقول زبطت كنترول زد اكيد زي الفوتوشوب. طيب هي الاي بالنص، اي او شيء. يا اخوان هاي الصوره مش، اشوف اعمل زوم، اما بعمل زوم زي الفوتوشوب. طيب لا بالكنترول او شوي مبكسله. اوكي بقدر اغير الريزوليوشن شيء. هاي نيو فايل، لا ما بتقدر تتحكم بحجم الصوره شكله. اكسبورت، هي بدي رندرها شكله ملف فوتوشوب بيطلع لي اياها او بي ان جي ولا اشي. بي اس دي، معقول بيطلع لي اياها ليرات؟ لا بتمزح، فكرت طلع لي الرسم ليرات. طيب قد ايه حجمها؟ اوكي 1000 بكسل ب 1000 بكسل. اوكي هاي للفيسبوك نحكي، او السوشيال ميديا وانستغرام. عم بكسل شوي، بقدرش اعدل. مش زعلان يا عم، مش زعلان على الاكسبورت. ايش في عندنا هون؟ ماونتن، جبل. طيب لو رسمت جبل هون مثلا ورا، هو اللاير اللي ورا. اوكي ولا اشي. هاي اللاير الجديدة، هذا الورد اللي هون. لا هذا مش ورد، مو ورد. هاي طلع الورد. اوكي طيب بحر هون مثلا، شو هاي؟ فيش، هذا شاطئ، شاطئ بحر، ريفر. طيب ها الريفر ورا بيكون زي هيك مثلا. ستون، حجارة. طيب هي حجارة هون. يا إلهي يا زلمة، وال بنجرب نضيف شوية قش هون على الصورة. يا جماعة الخير. طيب إذا صغرت البرش هيك، يا إلهي يا الله. ايش هي الموجودة هون؟ ماب فيو. ايش يعني ماب فيو؟ ايش مش فاهم انا كيف بدي ارسم هيك. ايمج فيو، بقدر ارسم على الصورة مباشرة. يا الهي يا زلمة، لا مش شيء. يا الله. مد طينة، الطينة هون. لا 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 يا زلمة كثير اوفر. وال انتم مستوعبين انه هاي الصورة مش حقيقية؟ يعني هاي مش صورة اصلا، هاي رسمة. يا إلهي وين وصلنا؟ بكل الأحوال صراحة إشي خيالي. أنا بس مشكلتي إنه 1000 بكسل ب 1000 بكسل، بس هو أتوقع مش برنامج لصنع الصور للبكسلز يعني، أو إنه بدك
تستخدم الصور. اتوقع هو اداه ليجرب كروت الار تي اكس. هذا صحيح اي شخص بيقدر ينزل هذا البرنامج، بس هو بينزل لكروت شاشه انفيديا الار تي اكس اللي هي الار تي اكس 3000 وإشي. بكل الاحوال انا صراحه مندهش ومنفجع، لانه يعني بعد هذا البرنامج مستقبل الرسامين انتهى. فانت شو بالك للمصممين وشو الرسامين المصورين اللي انتهينا؟ احنا المصورين انتهينا، ما فيش حدا يصور لاندسكيب. زيد ابو طه، زيد بحراوي، انتوا اصلا وقفتوا تصوير لاندسكيب يعني. فانتوا خليني بصدمتي مش عارف شو اعمل، وبشوفكم بالفيديوهات الجاي. مع السلامه.